السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اوتوديسك بيم 360 جلو اللي مسطب على الويندوز وليس الاونلاين. بلاقي هنا المشاريع اللي موجودة، ده مشروع موجود أصلا جاي مع البرنامج. بلاقي هنا مارك أب، لو في أي مارك أب في كلاشز، هنشوف ازاي نعمل الكلاشز، هنشوف ازاي نعمل الفيو. ده الموديل الأرتكشر الميرجد الميكانيكال، دي آخر ملفات احنا فتحناها. طيب أنا هدوس كده على المشروع، هيفتح لي بالشكل دوت. هلاقي اول حاجه هنا بيبدا يوريني المشروع ميرجد فيو، وده المودلز اللي موجوده، ودي صوره منه، وده الاكتيفيتيز كل واحد عمل ايه. طيب بعد كده هلاقي الميرجد موديل موجود هنا، وتقدر تعمل ميرجد موديل اخر او تضيف فولدر تنظم الملفات بتاعتك. ودي المودلز اللي هي الاركتشر ميكانيكال الاستراكشر، تقدر تدخل وتعمل لو في اي حد عمل مارك اب تشوفها، لو في كلاشات تقدر تعمل كلاشات جوه الملف الارتكشر لوحده والميكانيكا لوحده والاستراكشر لوحده. طيب هاجي انا دلوقتي، هاجي اقول له افتح لي الميرجد موديل، بيفتحه لي بالشكل دوت. بتلاقي هنا دي اداه بتساعدني على التجوال خلال المشروع، وان انا اشوف المشروع من اكتر من جهه. ده 2D فيو، بحيث تشوف انت مكانك موجود فين في المشروع. ايوه اهو المشروع اهوت، بتقدر تشوف انت موجود فين الكاميرا بتاعتك. باجي هنا اقول له انا عايز اقيس حاجة، دي اول اداة اللي هي ان انا اعمل سيليكت على العنصر. هنا تلاقي ان انت تقدر تقيس، يقول لك انت عايز بوينت تو بوينت، فبقول له مثلا من النقطة دي للنقطة ديت، او بقول له اريا الزاوية والاريا، دي الزاوية، يقول له الزاوية دي او الاريا، ببدأ اشوف الاريا. او اقصر مسافة من حاجتين، مثلا من العنصر ده مع العنصر ده مثلا، هو يبدأ يشوف أقصر مسافة بينهم ويقول لي قد إيه. تمام، ويقدر أي حاجة أنا عملتها يسافر. تمام، يعني ممكن أعمل مثلا من هنا لهنا وأقول له إيه سافر لي كمارك أب. طيب ممكن أقول له بعد كده أنا عايز أشوف المودلز، فيبدأ يجيبهم لي. أقدر أعمل سيلكت مثلا على الأركتكشر، وممكن تقول له انا مش عايز اشوف الاركتكشر، عايز اشوف العناصر الداخليه اللي جواه، عايز اشوف الروم سبريتور السيلينج. تقدر تعمل نيو ميرجد موديل، تقدر تتحرك لو انت حسيت المسافه مش مظبوطه، فتشوف المكان المسافه اللي انت عايز تتحرك ليها. ده الاكيوبمنت، تقدر تنقلها للفيلد لو انت عندك اي مكنه معينه. تقدر تعمل ادجست يونت او داونلود للملف دوت او ديليت. طيب هنا بقى هبدا اشوف الموديل بتاعي، اقول له اد فيو، بحيث ان انت في اي وقت ترجع للفيو دوت. تمام، للناس كلها ولا لي انا بس؟ طيب اقول له سيف، لو انا حركت في اي لحظه اقدر اجي على دوت يجيب لي الفيو دوت، او تدوس هنا تدخل جوه الفيو دوت. تقدر تضيف كولر زي ده كده مثلا، تقدر تعمل نوتيفاي لو في حاجة حصلت جديدة، تبعت بقى للشخص تقول لهم خلي بالكم أنا عدلت حاجة معينة، فيجيله على الإيميل إن في تعديل حصل. طيب هنا هتلاقي بقى الأدوات الخاصة بإن أنت ممكن تضيف مارك أب بالشكل دوت، تكست معين مثلا. هتقول له انتر، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل علامة معينة على حاجة في الشغل، عايز ارسم خط على الجزء ده مثلا، دايرة، عايز تعمل اريست للشغل اللي انت عامله، تقول له سيف، يروح مسيف لك المعلومة ديت، ممكن تبعتها بالايميل. وبعد كده ده الاكتيفيتي بيقول لي كل واحد عمل ايه. طيب وممكن تعمل اتاش لاي عنصر عايز تحطه معاك،
شوف الاتاتشمنت الموجودة. انا اهم حاجة دلوقتي عندي اللي هي الكلاشات، بتدوس هنا بيبدأ يجيب لك تقول انا عايز كلاش جديد، عايز كلاشات مثلا بين الاستراكشر والميكانيكال، واسميه كده اس تي ار فيسز ام ميكانيكال ام سي اتش فايند كلاش. فبيبدأ يشوف المشروع ويبدأ يطلع لي الكلاشات، يعني 368 بيقول لي دي الكرشات المفتوحة، دي الكرشات اللي ignore close اللي اتحلت. اقدر اجي هنا واشوف الكرشات بشكل اوسع، ده مثلا الكرش الاولاني، يبدأ يعمل زوم عليه عشان اقدر اشوفه، واقدر يقول لي بقى ايه ده الجروب، في جروب موجود، النوتيفيكيشن اللي ريسيفد باي مي، فلاتر يعني احساس اعرف ايه الحاجات اللي اجنور او كلوز او كده. ممكن تيجي مثلا على الكلاش دوت، تدوس عليه فيروح هو الكلاش دوت، تقدر بقى تعمل مارك اب او تعمل تكومنت على الحاجه ديت وتبعته ايميل لو عايز لاي حد من الناس. وهنا بيجيب لي ايه المفتوح، يعني العناصر الموجوده ده تبع انهي حته، يعني ده تبع في الاستراكشر السيجمنت الانتي فلور، وهنا ده تبع الميكانيكال سيجمنت بايب. اي مشكله فيهم تقدر تعمل سيلكت عليها وتقول له ديت هتبقى مثلا اجنور او نوتيفاي او لا دي مش مشكله مثلا، تمام. اوفر رايت تستو ممكن تخليها حاجه تانية، يعني ممكن تعمل سيلكت كده وتقول له ده دي كلوزد، خلاص المشكله دي اتقفلت او المشكله دي ارشيفت ارقايف، فيروح مسيفها كبي دي اف. فهو ظريف، يعني هو نفس فكرة نفس وركس، بس ده اونلاين مش محتاج ان انت تسطب البرنامج. تقدر تيجي هنا تقول له الهيستوري، هتشوف ايه اللي حصل، ممكن حد يروح عامل كل المشاكل انها اتحلت ولا متحلتش، فتقدر تشوف الهيستوري. تمام، اشوف ان في ignored في closed، تقدر تعمل كاش جديد.